آثار للأعمال التاريخية تقدم جواهر الأدب لقضاء أجمل الإرب ولبلوغ أعلى الرتب مع كريم الأخبار وعذب الأشعار. برنامج جواهر الأدب يصحبكم فيه الباحث في التاريخ عبد العزيز العويد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذا اللقاء المتجدد من جواهر الأدب. الخطبة فيها عرض الأفكار وفتحة صفحة العقل للناس، وهي بيان مستوى الذكاء والفهم، ولذلك كان الكثيرون يهابونها ويعدون العدة لها. قيل لعبد الملك بن مروان: أسرع إليك الشيب؟ قال: كيف لا، وأنا أعرض عقلي في كل جمعة على الناس. وقال مرة: شيبني صعود المنابر وتوقع اللحن. وقال عبيد الله بن زياد: نعم الشيء الإمارة، لولا قعقعة البريد وصعوبة المنبر. لأن قعقعة البريد يراد منها خوف العزل، قد يأتي البريد برسالة من أمير المؤمنين أو الخليفة بعزله. ولذلك يجب أن يكون الخطيب رابط الجيش، ساكن الجوارح، قليل اللحظ، جهوري الصوت، وأن يورد في خطبته من الآيات والأحاديث ما يكون أدعى للتوفيق فيها. قال عمران بن حطان: أول خطبة خطبتها عند زياد، فقال: هذا الفتى أخطب الناس لو كان في خطبته شيء من القرآن. ولما في الخطبة من صعوبة وما في صعود المنابر من مشقة، فقد أبان الخطباء عن المهابة التي تعتريهم والخوف الذي ينتابهم أثناءها. ومن نصائحهم في ذلك: إياك والخطبة، فإنها مشوار كثير العثار. لكن مع ذلك اشتهر جماعة من الخطباء بالخطبة. لكن مع ذلك وجدنا في كلام العرب من هو معروف بالخطبة والفصاحة والبيان. تكلمت الخطباء يوما عند معاوية فأكثروا، فقال: والله لأرمينكم بالخطيب الأشدق. قم يا زياد فتكلم. كانوا يتباهون بالخطباء. وقال عبد الملك لخالد بن سلمة القرشي: من أخطب الناس؟ قال: أنا. شوف الإنسان إذا كان عنده ثقة في نفسه. خالد بن سلمة القرشي يرى نفسه أخطب الناس. لما قال له عبد الملك: من أخطب الناس؟ قال: أنا. قال: ثم من؟ قال: أنا. قال: ثم من؟ قال: أنا. قال: ثم من؟ قال: شيخ جذام، يعني روح بن زنباع. قال: ثم من؟ قال: أخيفش ثقيف، يعني الحجاج. قال: ثم من؟ قال: أمير المؤمنين. والله عبد الملك الآن اللي يعد من الخطباء صحاء، لكن لا شك يدل على ثقة خالد بن سلمة بنفسه. لكن هذا قد يكون لون من ألوان الغرور. يذكرني بقول الشاعر: وهذا الشاعر قد أصيب بالعجب والغرور حتى بلغ منه مبلغا كبيرا، فقال: ومن الأمير ومن الوزير ومن الوشير ومنا أنا. يقول: نحن القبيلة نفتخر على القبائل بأن هناك رجالا ينتسبون إليها. من هؤلاء الرجال؟ قال: ومن الأمير ومن الوزير ومن المشير ومنا أنا. هذا لا شك أنه من الغرور بمكان. لكن أحيانا إخواني أخواتي قد يرتج على الخطيب، يرتج يعني ينعقد لسانه. فيذكر عن يزيد بن مهلب، ويزيد بن مهلب كان رجلا شجاعا فارسا، وكان أيضا ملما بالأدب، لكن سبحان الله عقد لسانه على المنبر. فقال: فإلا أكن فيكم خطيبا فإنني. لما صعد المنبر ما قدر يتكلم، فنزل خلاص، عقد لسانه نزل. قال: فإلا أكن فيكم خطيبا فإنني بسيفي إذا جد الوغى لخطيب. يقول: أنا مو راعي منابر، أنا راعي حروب معارك. هذا متى قال البيت؟ قال البيت هو تحت المنبر. فقيل له: لو قلت هذا على المنبر لكنت أخطب العرب.
يقولون: حضر عبد الله بن عامر على منبر البصرة فاشتد جزعه فانقطع وخجل، فقال: والله لا أجمع عليكم عيا ولا بخلا، من وجد شاة في السوق فهي له وثمنها علي. وهذا لا شك أنه من الذكاء والدهاء. وخطب رجل فحمد الله ثم أرتج عليه فسكت، ثم قال: والله إني لا أكون في بيتي فتجيء على لساني 1000 كلمة، فإذا قمت على أعوادكم هذه جاء الشيطان فمحاها من صدري، ولقد كنت وما في الأيام يوم أحب إلي من يوم الجمعة، فصرت وما في يوم من الأيام أبغض إلي من يوم الجمعة، وما ذلك إلا لخطبتكم هذه. وهذا خطيب يقال له عتاب بن ورقاء، حمد الله ثم أرتج عليه بعد ما قال الحمد لله وكذا، قال: أما بعد، ما قدر، أما بعد، ما قدر، أما بعد. وكان أمامه رجل أصلع، قال: أما بعد يا أصلع، فوالله ما غلطني غيرك علي به فضربه أسواطا، أمير فيه بطش. يعني أخبارهم في ذلك كثيرة جدا. وشاهدنا من هذا أن الخطابة لون من ألوان الفصاحة والبيان. الناس أو أكثرهم في هذه الأيام يعيش استعدادات السفر، ولأن السفر لم تخلو منه كتب التاريخ والأدب طرفا من أخبار السفر وما جاء فيه، سواء كان هذا في القرآن أو في السنة أو ما جاء من قصص ومواقف أو أشعار أو حتى من النثر. لا شك أن للسفر فوائد عظيمة على الإنسان، من أهمها أن هذا الإنسان المسلم الموحد يقرأ معاني الوحدانية في تفكره في الكون، وينظر إلى براهين العظمة فيما حوله. وكتاب الفضاء أقرأ فيه صورا ما قرأتها في كتابي، فيا عجبا كيف يعصى الإله، بل كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وصدق الله العظيم إذ يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. ومن أعظم فوائد السفر أن فيها اكتسابا للمعيشة وبحثا عن أسباب الرزق الحلال، كما قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقفت وقوف الشك ثم استمر لي يقيني بأن الموت خير من الفقر، فودعت من أهلي وبالقلب ما به، وسرت عن الأوطان في طلب اليسر، وباكية للبين قلت لها اصبري، فلا الموت خير من حياة على عسري، سأكسب مالا أو أموت ببلدة يقل بها فيض الدموع على قدري. وقال الآخر: ليس ارتحالك في نفس الغنى سفرا، بل المقام على فقر هو السفر. وقال شاعر ثالث: صبر الأديب على الهوان مذلة، ما للأديب يرى بدار هوان، أرض الإله لخلقه مبسوطة، والرزق مقسوم بكل مكان. وقال شاعر: ألا خلني أمضي لشأني ولا أكن على الأهل كلا، إن ذا لشديد تهيبني ريب المنون، ولم أكن لأهرب مما ليس منه محيد، فلو كنت ذا مال لقرب مجلسي، وقيل إذا أخطأت أنت رشيد، فدعني أجول الأرض عمري لعله يسر صديق أو يغاض حسود. ومن مقاصد السفر أيضا أن فيها مفارقة الديار التي لا يجد فيها الإنسان مكانه اللائق، أو يرى في ساكنيها جفوة وتنكرا وسوء معاملة أو مذلة أو إهانة، هذا في حق غير الوطن. أما في حق الوطن فإنه لا ينبغي للإنسان أن يفارقه حتى وإن وجد فيه ما وجد. قال الشاعر: إذا ما ضاق صدرك من بلاد ترحل طالبا أرضا سواها، عجبت لمن يقيم بأرض ذل، وأرض الله واسعة فضاها، فنفسك فز بها إن خفت ضيما، وخل الدار تنعي من بناها، فإنك واجد أرضا بأرض، ونفسك لم تجد نفسا سواها. وقال الشاعر أيضا:
ارحل بنفسك من أرض تضام بها، ولا تكن لفراق الأهل في حرق، من ذل بين أهاليه ببلدته فالاغتراب له من أحسن الخلق. الكحل نوع من الأحجار منطلحا في أرضه كالثرى، يرأى على الطرق لما تغرب نال العز أجمعه، وصار يحمل بين الجفن والحدق. ومن ما يحصل أيضا من مقاصد السفر العظيمة انفراج الهم وزوال الغم والتجديد على النفس وكسب الأصدقاء والتعرف على البلاد. تنقل فلذات الهوى في التنقل، ورد كل صاف لا تقف عند منهل، ففي الأرض أحباب وفيها منازل، فلا تبكي من ذكرى حبيب ومنزل. ولا تستمع قول امرئ القيس إنه مضل، ومن ذا يهتدي بمضلل. وقال الشافعي رحمه الله: تغرب عن الأوطان تكتسب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. وقال الشاعر أيضا: ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة، فدع الأوطان واغترب، سافر تجد عوضا عمن تصاحبه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب، والأسد لولا فراق الغاب ما قنصت، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي، والبدر لولا أفول منه ما نظرت إليه في كل حين عين مرتقب، والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب، فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن أقام فلا يعلو عن رتبي. فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن أقام فلا يعلو على رتبي. ومما يحصل أيضا من المقاصد العظيمة في السفر إذهاب الملل من طول المخالطة، والتلذذ بحلاوة اللقاء بعد طول الفراق. إن كنت تعلم أن الأرض واسعة فيها لغيرك مرتاد ومرتحل، فارحل فإن بلاد الله ما خلقت إلا ليسلك منها السهل والجبل. فارحل فإن بلاد الله ما خلقت إلا ليسلك منها السهل والجبل، إن ضاق بي بلد هيا لي عوضا، وإنها منزل بي كان لي بدل. وإن تغير لي عن وده رجل، أصفى المودة لي من بعده رجل، لم يقطع الله لي من صاحب أملا، إلا تجدد لي من بعده أمل. لا تمتهن أبدا خديك من طمع، فما لوجهك نور حين يبتذل. وابغ المكاسب من أزكى مطالبها، من حيث تحمل حتى ينفذ الأجل. ومنها أيضا أخذ العبرة والعظة من أحوال الأمم السابقة. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ومنها اكتساب الأصحاب واتخاذ الأصدقاء والتعرف على الوجوه الجديدة، ففي الأرض أحباب وفيها مناهل، فلا تبكي من ذكرى حبيب ومنزل. ومن المهم أيضا هذه الطبيعة التي يراها الإنسان، فليس للحياة قيمة إذا اقتصرت على الماديات وانغمست فيها ولم تعبأ بروعة الطبيعة وأسرار الكون. إن الإنسان الحصيف العاقل إخواني أخواتي ينبغي أن يتجاوب مع الطبيعة ويشعر بها، يشعر بجمال السماء والأرض وجمال الطيور والزهر والحدائق والشجر وشروق الشمس وغروبها وعظمة الأنهار والبحار. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ تلك الطبيعة قف بنا يا ساري حتى أريك بديع صنع الباري، فالأرض حولك والسماء اهتزتا لروائع الآيات والآثار. ولقد تمر على الغدير تخاله، والنبت مرآة زهت بإطار، حلو التسلسل موجه وخريره كأنامل سارت على أوتار، ينساب في مخضلة مبتلة منسوجة من سندس ونضار، في كل ناحية سلكت ومذهب جبلان من صخر وماء جاري. فالمسافر يتأمل هذه الجبال الشاهقة والأعلام الشامخة، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. هذه الجبال المعممة بالثلوج، والأخرى المكسوة بالأشجار، وتلك الصخرية الجرداء،
وهذه الجبال التي تفتن النظر بجمالها وعظمتها وتعاريجها وارتفاعها، في أعاليها يتعانق السحاب، وفي هيكلها تتلون الصخور، وفي باطنها تعج بالخير، وفي أسفلها الوديان تموج بالحياة، ثم هي تشمخ بقممها كأنما تريد أن تناطح السماء. والمسافر يمتع ناظريه بالأشجار المثمرة والورود المزهرة، يعبر الوادي الجميل وقد اشتبكت أشجاره ولاحت ثماره من أحمر وأصفر وأزرق وأخضر وغيرها، وبين ذلك أنواع الرياحين والزهور والورود. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. فما تقع العين إلا على رياض تصنف أنوارها، يفتح فيها نسيم الصبا خباها ويهتك أستارها، ويدني إلى بعضها بعضها كضم الأحبة زوارها، تغض لنرجسها أعينا وطورا تحدق أبصارها، إذا مزنة سكبت ماءها على بقعة أشعلت نارها. فالشمس تشرق وتشرق معها النفس، والسحاب تهفو ويفو معها الفؤاد، وتنوعت بسط الرياض فزهرها متباين الأشكال والألوان، من أبيض يقرق وأصفر فاقع أو أزرق صاف وأحمر قاني، والظل يسرع في الخمائل خطوه، والغصن يخطر خطوة النشوان. فإذا حينما يمر المسافر بهذه الصحاري الواسعة، ينبغي عليه أن يمعن نظره في كل شيء يراه، فإنه في كل آية يراها إشارة إلى عظمة الله تعالى. ألست ترى وشي الربيع المنمنمة، وما رص على الربعي فيها ونظم، فقد حكت الأرض السماء بنورها، فلم أدري في التشبيه أيهما السماء، فخطرتها كالجو في حسن لونه، وأنوارها تحكي لعينك أنجما، فمن نرجس لما رأى حسن نقشه تداخله عجب به فتبسم، وأبدى على الورد الجني تطاولا، فأظهر غيظ الورد في خده دما، ومن سوسن لما رأى الصبغ كله على كل أنوار الرياض تقسم، تجلبب من رزق اليواقيت حلة، فأغرب في الملبوس منه وأحكم. هذه بعض الزفرات فيما يتعلق في أخبار السفر، وللسفر لقاء آخر بإذن الله. حتى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قدمت لكم آثار للأعمال التاريخية، برنامج جواهر الأدب للباحث في التاريخ عبد العزيز العويد.